السلام عليكم. هذا اللي ما كان في الحسبان أن أتكلم بشكل مفصل، لكن لا بأس. الدعوة أقيمت من قبل وزير العدل ممثلا في هيئة قضايا الدولة ضد المجلس العلمائي. صحيفة الدعوة صدرت بما يسمى، فهذا ما ينفي شكل الدعوة. الوزير لكي يكون له حق رفع دعوة بحل مجلس أو بحل جمعية ينبغي أن تكون جمعية سياسية ضمن إطار معين حدده القانون. ما دام المدعي نفسه لا يعترف للمدعى عليه بهذه الصفة فلا تنعقد الخصومة، وهذا ما كنا نصر عليه في الجلسات، بأن المحكمة كانت تتعجل في نظر الدعوة باعتبار أن القانون يوجب أن يفصل فيها في نطاق زمني معين دون أن يضع لذلك جزاء، لكنه عندما يريدون أن يحملوا الوجوب على أنه مولوي يحملونه على المولوية، وإذا أرادوا أن يحملوه على الإرشاد، سامح تعبيرات أصولية شيخنا، يأخذونه على نحو الإرشاد. هكذا سارت الدعوة. في الجلسة ما قبل الأخيرة حصلت تنازع بيننا وبين الزميلة الحاضرة عن الحكومة. لما طبعا قبل هذا هناك نقطة مهمة أود أن أوضحها. في الجلسة الأولى حضرت المدعية أو ممثلة المدعي الوزير، وبعد أن تشاكلنا معها في الصفة تنازلت عن المجلس ككيان واختصمت الأعضاء بصفتهم الشخصية. ثم في الجلسة التالية رجعت وقالت أنا أختصم المجلس، فأجبت المحكمة أنا بأنه بقوله تعالى ثم فكر وقدر فقتل كيف قدر. فرجعت الحاضرة عن اختصام الأشخاص واختصمت المجلس، ثم في الجلسة الثالثة اختصمت الاثنين معا. فيعني الدعوة نفسها كمنظومة قانونية، كحالة قضائية، حالة رجراجة ما منتظمة، بما يؤكد أنها يعني أعدت على عجل. ما أثار انتباه فريق الدفاع في الجلسة الماضية ما قبل الماضية التي حجزت الدعوة فيها للحكم، حصل نزاع حول تأصيل الدعوة. هل أن هذا فعلا جمعية سياسية وبالتالي يخضع لولاية وزير العدل وبالتالي من حقه أن يرفع دعوة بطلب حله أو ما شاكل، أم لا؟ هل بالتالي يكون الإجراء الواجب اتباعه هو الاستعجال من عدمه؟ فصار حوالي جدل يمكن ثلث ربع ساعة. فالمحكمة أعطتنا أجل بعيد، أتذكر كان في يناير 26 يناير أو شيء من هالقبيل. نفاجأ بعد أسبوع بأن هناك جلسة، فحضرنا أمام المحكمة وتساءلنا يا محكمة، يا أصحاب السعادة، يا أصحاب المعالي، ألم يحصل أمامكم جدال وتناضل الخصوم حول أن هذه دعوة مستعجلة أم لا؟ وسمعتم ما دار من جدل ثم أجلتم ل 27، فما حدا مما بدأ؟ لم نحصل على جواب. هذه واحدة. الثانية، حتى الخصومة للآن، بكرة الحكم، للآن الخصومة من ناحية التأصيلية لم تنعقد، لأني أنا أحضر عن الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني، لكن المجلس كذلك مختصم، فالمجلس لم يمثل، لم تتح له فرصة التمثيل، لأنه حتى لو أراد من يقال بأنه رئيس للمجلس أن يحضر للمحكمة بنفسه عليه أن يثبت هذه الصفة. حتى يثبت هذه الصفة يجب أن يذهب للجهة التي سجلته حتى يستحصل على شهادة تثبت له هذه الصفة بالإضافة لصفته الشخصية. وما يمتنع عليه أصالة يمتنع عليه أن يوكل به غيره. فالمجلس كمجلس لليوم، لهذه اللحظة، لبكرة ساعة صدور الحكم، لم يمثل، فتنعدم الإجراءات القضائية عند عدم انعقاد الخصومة، لأن فيها إخلال بمبدأ المواجهة، وهذه من المقدمات. هذا التفصيل السريع في الخصومة، لأن أنا ما بطول وراء الشيخ. أعتقد مثل ما تفضل الشيخ زاكي، هذه الدعوة تدور حول مسألة واحدة صغيرة بسيطة واضحة: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا ملخصها، وبلاش نلف وندور. وبعدين في ملاحظة على كلام من سبقوني، أن الإعلام يبدأ بالتحريض ثم تأتي الإجراءات الأمنية. لا تضع العرب أمام الحصان. الهجمة الإعلامية هي أحد وجهي العملة، هي رأس جبل الجليد. لم يكن يستطيع أي بوق أو قلم مأجور أن ينال من زيد أو عمر في هذا البلد ما لم يكن على الواجب، ما لم يكن مدفعول لو يكون على الدوام قاعد ياخذ بالقطعة. إذن هذه أحد أوجه الهجمة، سموها أمنية، سموها قانونية، سموها قضائية، ضعوا الأسماء كما شئتم، لكن أن نضع العرب أمام الحصان ونقول بأن الهجمة الإعلامية هي التي
لا يعني هذا استغفال عفوا يعني مفروض ما يمر علينا. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. ختاما حتى لا أخذ دور غيري، أذكر بقول عقيلة الطالبيين: كد كيدك واسع سعيك فوالله لن تميت وحينا. شكرا، السلام عليكم.